الشمس كله عايز يمسك من بعض. ما احنا ايامنا كانت نزاهه، ترمي مسوي ترمي صافي عاده حاله بيجلس حمامتين حلوين كده وتقاطي قبل مسوي كده. على مالك بص الذكر بص جمعت بص يعني بتدمع لوحدها ازاي. بص طويل عيضة ما شاء الله. القص ده شغال، القص ده بتاعنا تمام. بكام اخويا؟ عاملين 1500. مفيش بولا بيه اكتر من 8 عاملين 1500. طب قول رقم التليفون عشان لو الناس اتكلمت. 011-57-82-9871. تاني 011-57-82-9871. اللي محتاجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد، وكل فيديو وانتم طيبين. ونزلنا سوق امبابة يا رجالة تلات. هنبدأ بسم الله كده وتسموا الله معايا، ما تطلعوش من الفيديو ودعمونا باللايك يا شباب عشان نبدأ الفيديو. بسم الله ما شاء الله. في مش عارف ده قشر بندق ولا حلس ولا ايه، ذكر سكروته ولا انتايا زاجر ان شاء الله. السكروته ده انت يا صاحبي ده كان عامل كام؟ 300 جنيه 300 جنيه ده. ايوه شويه نفخات الحمد لله مش لسه. دول نفخ ازازات دول ازازات اهو ما شاء الله. وفي مكي الاسود ده تمام. شو مع السويد بقى زي ما انتم شايفين كده. بس هذا بقول له خضر السويد كويس وفي خضر كويسين. يا معلم عامل ايه؟ خضر تعمل كام؟ خضر ما شاء الله ما شاء الله. ليش ربندو ده ذكر صح؟ عامل كام؟ الله اكبر 600 ان شاء الله. ربنا يبارك يا حاج. زرع عطيفه هذا بس زرع عطيفه. الله اكبر. اديك شويه. السلام عليكم. البلد السوداء دي كويسه. البلد السوداء دي دي شويه بس هو اللي بيخلينا نتفرج على السوق واحنا قاعدين. حبيبي عامل ايه حبيبي؟ السلام عليكم. شو مسوي ده؟ الله اكبر. ممكن ما يقولش اسعار عشان اسعاره ما تبقى غاليه شويه. ممكن اسعار المسوي دي ولا اسعار المسوي؟ اه مش انا صحيح. ماشي ماشي. طب معاك زواجل؟ معاك زواجل؟ فين؟ حبيبي الزالوين دول عاملين كام؟ الزالوين دول عاملين 300 300 جنيه. انا عارف ان انت نيتك ودي انت ايه؟ امال النتام ودبلة حمرا دي عاملين بكام؟ ب 200 جنيه بس. يا عمر يا اخي عمر يا ولد يا عمر يا عمر. لكم السعر يا عم. يعني بص كده يا شباب لسه هنتمشى كده ونجيب لكم بقى السوق كله زي ما انتم شايفينه اهو. نازلين بدري النهارده برده. نجيب لكم برده شويه دي زواجل باكستاني ده. وادي كام واحده بقى جريزليات استراليات بعدين محلينا دول زواج البرد. كم واحدة؟ السلام عليكم. القص يعمل كام؟ حسب بقى التقليب صح. انا نقول ب 300
شو هذه كم واحدة هنا؟ هذه من الصويد؟ قص من الصويد كم واحدة إن شاء الله يا غالي عامل إيه؟ عمي عامل إيه؟ دقة الكركم دي عامل كام؟ يلا إيه؟ بكام؟ 200 جنيه والبلا انتهى برضه 200 جنيه الشاعة حلوة بس عايزة تقف شوية ولا تاني ادي كام واحدة هنا صحة الازاز دي هنا بقى ايه سكروطة الشبابات دول بتوع دول تبعك كام السكرتة؟ بمية وده بمية برضو صباح الجمال على رجالة كده ماشي كده الشباب بس على النبي كده انت حنية مرقع طرطور كم المرقع ده صح؟ ربنا يبارك لك فيه والنتار حنية ربنا يوسع عليك خش كده خش كده خش كده هدايا كنتوا بتاكلوا مسوي ده شرب نادي مسوي ده مسوي دول بكام يا صاح ابو مجدي مسوي بكام الله يرضيك الحته الاثنين ب 200 الاثنين ب 200 جنيه الدكر. ابو مجدي يابا على اليوتيوب وعلى التيك توك وادي يشربون دوا يشربون دوا ايوه بكام دي ودي 150 170 150 و150 طبعا ايوه عزيزات وبيت شعلباز لا بيت شعلباز ايه دكر دكر انت كولا ربنا يوسع عليكم يا رجاله ايه النهارده ايوه العباية عاملين كام دول؟ بكام المسار؟ 350 جنيه دي النتايه والدكر اه تبقى ابو مجدي بس والكراكان ديوت صح 200 نهاركم كله رزق ادي كم زغل والله ابو مجدي يابا ادي الزغلولين اللي احنا كم الزغلولين دول يا صاحبي؟ الله يرضيك عاملين كام؟ 400 جنيه الزغلولين اللي احنا ب 400 جنيه ديك شاك تعالوا رجالك تعالوا خليكم معانا كده كبير زي ابا بنفسجيات ودي كرقم ديوت ان شاء الله انتم واحدة هنا بقى كويسين اسكندراني تاكوش كنافرة حركة ابيض يابا يجي معانا بقى كده شباب عامل ايه الاول تمام الله يخليك ان شاء الله دول قص كام؟ دول عاملين 250 250 ادي النتايه وادي الدكره وانتهى السكرتايه دي 150 رضا 150 الاحمر ده هو لسه مسيبه يعني بدل الاحمر اللي ضاع منه والهزازات بقى بكام؟ انا لعب السوق 2 ونص انا حبتين ما شاء الله في رقم تليفون؟ كم؟ 11 من 9 100 7 3 الناس هتتصل بيك ها تظبط الدنيا الدكر ده عامل كام؟ الدكر ده عامل 150 واليمني دول؟ اليمني دول عاملين 150 150 برضه؟ ماشي بركه بقى يا حبيبي
بسم الله ما شاء الله. هذه كم واحدة؟ صورني معاهم صورني معاهم. صورك يا عم انت حبيبي حبيبي يا وحش عامل ايه؟ حلبي يبقى انت انت يا عم ايش انت؟ بصوا بقى يا رجاله كم واحده بقى كده ايه اللي محتاج تحضين ياخد، اللي محتاج اي حاجه اللي محتاج حمتين يربيهم كده ياخد منهم. اه عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ده كر ده ولا انت ايه؟ متاكد؟ متاكد ان هو ده كر رحاني. بكام ده؟ ده عامل 400 جنيه 400 جنيه وده عامل 400 جنيه. ليه 400 جنيه؟ ده كان عاد من كاليا. ايوه ما انت تقول لي مواصفات عشان نعرف ليه 400 جنيه. ده عاد من كاليا تمام مليار. انا وربنا ذكر بتاع اوله ذكر راجل عامل ايه يا عم؟ وفين معانا كمان حلس اهو. حلس الشبانه وبتصورني مش عايز تطلعني معاك. اه انت خدت من ورا مني قد ايه ده؟ يلا الحمام اهو بس النفس اللي تربي. ها تعالى هنا اهو. اه ماشي. والواد ده ايه الابيض شرب ذكر ذكر ابيض شرب وعبايس وربنا ده حمدي. ما يعني في ايه يا ابن الشباب تبعك؟ ها وربنا ده حبيبي حبيبي. بقول لك يا اسطى ذكر انت زغلت ده ايه؟ بصوا يا شباب رهاني الواد حلايبة دي تكورنش دي تكورنش. الدكر عامل كام؟ الدكر بكام؟ العبريه السمراء دي تعالى هنا. لا 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 العدد يعني هو يقول لي بقى انا مش عايز كذا عشان انت عيب عليك. وادي بص بقى يا رجاله استنوا كده عشان محدش يوش علينا. في حلوس يا حلوس في كم كلمة يا دلتا يا وادي يا حكتك وادي. بس دي لو نتاية بس انت سنفر كم واحد هنا وادي بيت شلبوز وهنا في كم واحدة فاكستن يبا وعنبر ده في عنبر هو عنبر شلواز وعنبر سوم. فينا كم واحدة هنا؟ السلام عليكم. عامل ايه؟ دي في كم واحدة هنا؟ عامل ايه؟ انا عمال اصور ومش لاقي صاحبه حبيبي. ادي كم واحده ما شاء الله. اه رجاله السوق اهو لسه ما خلصناش الفيديو. الفيديو ان شاء الله ده كويس. ادي شخش لك كلهم تبع مين دول حبيبي؟ تبع الكل بكام؟ الشخشه 1000 جنيه 1000 جنيه ما شاء الله. الدكر ده ولا انت يا لو بكام ده؟ 250. وادي عساز والهزازات دول 250. قول رقم تليفون. ادي حمام هو يا رجاله شغال لك كل كويسه في زرعه لطيفه. وعنده كام واحده اللي محتاج اي حاجه يتواصل معايا. ولا دول تبعك برضه؟ اه هو الجزء بيتباع ب 250 انا ببيع الثلاثه على بعض ب 220 جنيه. جزء بيتباع ب 250 جنيه بس انا ببيعهم الثلاثه ب 220 جنيه. هما دول نيتي بقى ولا ايه؟ نتايا ودكرية. نتايا ودكرية اللي محتاج برضه يا نادر. فينا كم واحدة هنا؟ استنونا يا رجالة نجيب لكم حمامتين كويسين. خليكم لازم بقى بصوا بقى يا رجالة في حمامتين كويسين في اسكندرانيات مساويتا حمر كوشك بناي ده. ايه يا عم؟ عامل ايه؟ انت بتصور مع حد تاني ولا ايه؟ اصل اسكندرانيات ده عندي ماليش وانا مش بكشف. لا انا اللي بعدي الصراحة. انت بتبقى واقف في اول السوق هناك فانا فين نتايته؟
بكام دور؟ دور اخرهم خالص 25 جنيه 150. ادي الدكر اهو. والحمر كشك بكام؟ 450. 450. قالوا وريني انت الاسكندراني. ثواني يا صاحبي، والمساويد دول بالراحة على مهلك. على مهلك اقول لك بقى اربع ساعات. على مهلك، مالكش دعوة بالتصوير، انا معاك اهو. وريني وش النتا دي بقى كده. وريني وشها يا صاحبي. المساويد دول واحد ونتين. والحمر غزار دول ايه نظامهم؟ مرقع ده دكر. ونتايته بكام بقى؟ دول ب 1000 جنيه. والحمر فايدته من الاصل دول يعني. الحمر دول ب 300 جنيه. عم عادل منور امبابا كلها. حبيبي عم عادل منور الدنيا. هنزل لك بدري، هتفرجني على حاجه؟ تعال تعال هفرقك. دي جاي الناس اتلمت عليها رجاله. حمتين كويسين قوي. طب قول رقم تليفونك بسرعه كده. 11 40 17 60 23. حمتين. طب هنخش على عم عادل. يلا عم عادل تعالى اتفرجنا على ايه. طب ما تعالى على قفص. لا قفص ايه يا حاج، انا ماشي. بص كام زغلول دول هيتعرضوا يوم الجمعه. دي مفاجاه، دي مفاجاه. الزغاليل دي هتتعرض يوم الجمعه يا عم عادل. غيرهم ولا دول لحد؟ دول لناس يا عم عادل. قول لي دول ناس. ايوه الناس يا عم. ماشي. اشرب بنادق وحلويات. حلويات انت نورتها كلها حبيبي. راجل مخصوص عشانك. الله يخليك يا عم عادل، الله يخليك. تعالى كده يا شباب بقى نجيب لكم حمتين تاني. خليكم معانا الفيديو وعمالين نلف بيكم. بص يا جدعان مؤاخذه يا صاحبي، اتنين بولوبيت. تعالى يا حمو تعالى طلع لي البولوبيت دي. قص بولوبيت. دول عيالهم، دول عيالهم. قص شغال. دي النتاية صح يا عمو؟ دي النتاية ايه؟ سفرة تانية. عظم مقرطص، دماغ ان شاء الله. ماشي يابا. هو ده اخويا ابتكر اهو بيتكلم، وانا برضو هظبط معاكم السعر. بس مفيش بول ابيد الكلام ده. اخويا اخويا بس همتم ما شاء الله. هنجيب لكم كام واحده هنا برضو خضر وبنفسجيات. بس خضر مش كده. ايه ده؟ دي كام واحدة؟ كل ده عايز اشوفه ما اشوفوش على بصهم بتاع. ودي كام واحدة هنا؟ اتنين زراطيفة، زغلول اسكندراني، زغلولين. ودي زواجل. دي زغليل مندو شباب. مفيش حد معاه حبايب من المنطقه. فوق الزغليل دي فوقها كده. زغلول بنفسجيات. زغلول مسويد. صوت عامل كام؟ بنفسجيات بكام؟ عارف الاسعار؟ اي شيء. زغليل مندو. دول حمامتين برضه. دغر عزاز هندي. كم واحدة هنا؟ هجيب لكم بقى الزواجل دي. أقل زواجل ب 2.5 300 جنيه. أقل زواجل ب 2.5 300 جنيه. تمام؟ مش كده؟ السلام عليكم. معامل عم محمد عامل إيه؟ ادي عطار، ادي حم عبايسة. شوية حلوين ان شاء الله. عامل ايه؟ اتفرجت على الفيديو اللي عند محمد هندي؟ ها؟
زرار. ايه باشا؟ عامل ايه؟ كم واحدة ناس محترمة برضه رجالة. جوادي اليوم حجب بتطير من مسافات. ايوه. كم واحدة هنا؟ طول الفيديو معاكم شوية عشان برضه ايه؟ كم واحدة هنا برضه كويسين. بقى نطلع بره كده السوق. هنصور برضو مع الناس. ليه ده؟ وحشني لسان طيب وموسم وموسم سعيد. ربنا يخليك يا عم وليد، انت احسن والله. والله العظيم ادعم القناه بجد بجد يا جماعه، ودعاوز انت الحقيقه معانا واكتب لي بالكومنتات واحنا جاهزين واقل الليل. حبيبي يا وليد، حبيبي يا وليد. وليد الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا، ربنا يرضيك. انت احسن عم وليد، شبرا ومجال شبرا ومجال محترم قوي، وانا عازم نفسي عندهم ان شاء الله باذن الله. بس الموسم يشتغل كده والناس يشد اي وقت. لا، واحترام الغيه قبل ناشي بالغيه. احترام الغيه قبل ناشي بالغيه. تمام. انت كل غايه عندها، كل غايه عندها حته الاحترام بالغيه ده بيبدي غيه. عدم الاحترام بيهد غيه. تعدم الدي عم هم الاثنين بياخدوا على عفافهم. عند اسكندرانيات هم ذكر اسكندراني والمثال حلو. قول نفس وادي حمر وقول يا عم محمود في البلد اتعلمناها مش حاجه تحت حاجه. عمي قول ايه ازيك عم الحاج؟ الناس الناس المحترمه يدوروا بقى الشباب الجديد، كل واحد فيهم يقول لنا كل واحد عنده جيت عند الثاني. يعني ربنا انت مرضيك في حاجتك وانت ربنا في حاجتك. بقى الشباب الساعه دي انت مش بتبيع شغلانه ب 100 جنيه، مش هقول لك ب 200 جنيه، لا شوف الساعه ب 100 جنيه عشان تقدر تتمتع. خلي بالك اتمتع. الله ينور عليك. خلي بالك اتمتع، خلي شغلك الله ينور عليك يا عم وليد. لا ده في كلام كتير جاي بقى. بسبب اللي بيحصل، بس انت عملت ايه الشاب الصغير ده؟ كان بيعمل كده. هي بتبقى عمليه ايه وراثه. انت واحد بيعمل تاني ردهار. حزب المعارضه ده ولا ايه يا باشمهندس؟ مش معارضه. انت لو مت يا رجاله. وادي كم واحده؟ بصوا يا شباب كده تكون غيرت. خلصنا تقرير الفيديو. طب استنوا بقى يا جدعان. عم انت شوف انت حضرتك عايز تقول ايه وانا معاك. بتكلم على الغيه ووصول الغيه الفير اللي طالعين جداد، الاجيال اللي طالعه جديده. الاجيال اللي طالعه جديده دي مش ايامنا. احنا كنا لما نلف زمان نطير فرد الحمام بنلم مع بعضنا، ما فيش فرد حمام يسرق في المجال. بطير 20 واحده وبطير ب 10 وبطير ب 10. دي ايام غيط الحمام، دلوقتي غيط الحمام برضه. ليه؟ العالم بتطير مع بعضها تماشي، هوب يقوم حط محطه الحمام ولاف. غيط. كله عايز يبقى. طالع كذا. طب وعمال دلوقتي بيرموا اي كلام. عايزين البغوايه حمام. سيب على الله، على الله يا حبيبي. يعني اجيبها ايه؟ تنزلها امتى؟ عامل ايه؟ مالك؟ ابو المالك. وبكده يا رجاله نكون خلصنا تقرير الفيديو، والناس محترمه، الناس قالت لكل اللي هي نفسها فيه. السلام عليكم.